عاجل منصب جديد سيتولاه محمد علي الحوثي خلال أيام. لنشاهد التفاصيل. كشف القيادي المؤتمري وعضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام عادل الجاع عن ترتيبات داخل جماعة الحوثي وتعيين خليفة جديد لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتعيين القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في منصب جديد. وقال الجاع في منشور له على فيسبوك رصده وطن نيوز: استطاع حسن نصر الله أن يحسم الخلافة ولو مؤقتا داخل حركة الحوثيين التي يعصف بها الخلاف منذ فترة. وأضاف الجاع أن هذا الخلاف راح ضحيته عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط والحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو. وقال الجاع أن الأيام الماضية كانت صعبة على الحرس الثوري الإيراني ومعه حزب الله اللبناني. استطاع حسن نصر الله أن يحسم الأمر ولو مؤقتا في أن يكون جبريل إماما ومحمد علي رئيسا، حيث يكون بذلك محمد علي الحوثي قد حقق أمنيته وطموحه في أن يحكم الجماعة بشكل مباشر بدلا من الدور الثانوي بوصفه رئيسا للجنة الثورية. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.